السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم عاد جيت لكم فيديو جديد، وصفه جديده اللي ما غادي نشارك معكم. واحد البريوش اللي كيجي رائع، قطني خفيف، نوجدو كاين الكوتي الفطور، علاش لا. ندوزو المقادير وطريقه تحضير في نفس الوقت. كما كتشوفوا هنايا عندي واحد الاناء، اول حاجه غادي ندير فيه هنايا عندي كاس ديال الماء، بعبر كاس العنبه غادي نديرو هاد البريوش عيب الماء، ولا هكا كديرو الحليب على حساب الذوق. غادي ندير كاس ديال الماء اللي هو دافي، غادي نخوي في هاد الاناء، وغادي نجيب هنايا عندي واحد نص كاس ديال السنيده بعبر كاس العنبه، غنضيف معاه واحد المعلقه ما عامراش بزاف، حتى كما كتشوفوا ماشي بومبي، معلقه كبيره ديال الخميره. إذا كان كاين الجو بارد بزاف راه كتعمرها كتكون بومبي صافي. وغادي نجيب واحد المعلقه خشبيه، وغادي نخلط هاد السنيده مع الخميره مع الماء باش كتذوب ليا، باش كتفاعل لينا صافي. باقي وغادي نزيد باقي المكونات. هنايا عندي واحد الربع كاس ديال الزيت، كما كتشوفوا الربع كاس ديال الزيت. هنايا عندي حبه ديال البيض، غندير البياض ديالها والصفر ديالها غادي نحتفظ به للتزيين. هنا كما كتشوفوا غادي ندير البياض ديال البيضه والصفر ديالو، غادي نخليها كنديرو في الثلاجه ونخليه حتى غنزين به صافي. غادي نعاود نخلط، وهنايا غادي نزيد ساشي ديال الفاني ومعلقه صغيره ديال الملحه ومعلقه صغيره ديال الخميره بيكن باودر، الخميره ديال الحلوه. غادي نعاود نخلط صافي. هنا من بعد ما ذوب دوك المكونات كاملين بحال هكا على هذا الشكل، غادي نجيب هنايا الطحين. هنايا عندي 400 غرام، يمكن ليا كنضيفو كامل على حسب السوائل وعلى حسب الطحين واش كيتشرب. عندي هنا 400 غرام اولا 4 الكيسان، وكيبقى على حساب هاد السوائل اللي ضفنا صافي. غادي ندير الطحين هكا دفعات، ما غادي نخدم لا ايديا لا والو، غير بهاد المعلقه الخشبيه حتى كنجمع العجين ديالي، كيكون هكا شويه مطلق اولا كيتلصق شويه صافي. غادي نبقى بحال هكا دقيق راه غربلتو صافي. هنايا من بعد ما كنضيف الدقيق كنجمع العجين ديالي، كيكون على هذا الشكل. كما قلت لكم ضفت هنايا 400 غرام بالميزان، وبالكاس بعبر كاس العنبه 4 الكيسان اللي كيكونوا هكايا عامرين مزيان بومبي، 4 الكيسان كما كتشوفوا اولا 400 غرام بالميزان صافي. من بعد ما كنجمع العجين كتبقى كتلصق ليا، غادي نزيد واحد المعلقه صغيره ديال الزبده، معلقه صغيره هكا باش كتخلي لنا العجين كيبقى طري، وخا كيبات العجين ولا خا كتبات هاد البريش، وخا كتبات لينا كتبقى رطبه وكتبقى هكايا قطنيه ولا هشيشه صافي. كنعاود ندخل هاد المعلقه ديال الزبده صغيره، وعاد نعاود نجمع العجين ديالي صافي، وغادي نخليوه يخمر. وهنا صافي من بعد ما كندخل ديك المعلقه ديال الزبده، كما كتلاحظوا بحال هكايا على هاد الشكل كتجي العجين مطلوقه اولا طريه بحال هكايا على هاد الشكل، كتلصق الا قصتوها هكا باليدين راه كتلصق كما كتشوفوا بحال هكا على هاد الشكل صافي. غادي نحيد هاد المعلقه الخشبيه، وغادي ندهنها بواحد شويه ديال الزيت باش ما كتلصقش ولا كتخمر هكا في الاناء، ما تلصقش ليا كما كتشوفوا، باش كتبقى العجينه طريه. غادي ندهنها بشويه ديال الزيت بحال هكا على هاد الشكل، نحاول نجمعها ونخليها في نفس الاناء باش غادي تخمر صافي. من بعد ما كندير لها الزيت راه ما كتبقاش كتلصق، كتولي بحال هكا على هذا الشكل، ما كتعرفش تلصق لينا صافي. غادي نجيب واحد السلوفان اولا بلاستيكه، وغادي نغطيها. الا كان الجو هكا يسخر راه دغيا غادي تخمر لينا العجينه دغيا، كيضاعف الحجم ديالها صافي. غادي نسد عليها بهاد السلوفان فاش دغيا كتخمر، و
ونرجع معكم بعد ما تخمر لي العجين، نرجع معكم باش نكملوا هذا البريوش ديالنا في التحضير. وانا رجعت معكم بعد ما كتخمر لي العجين، كيضاعف الحجم ديالها كما كتشوفوا، كتخمر كدير دوك البقاعات. ما عندناش كميه كبيره هكا ديال العجينه، غير 400 غرام هي. من بعد ما خمرت صافي كنحيد منها داك الانتفاخ وغندوزو باش غادي نشكلوها في المول اللي غادي نديرو فيه هاد البريوش. كنحيدو من هذاك الانتفاخ وكنخليوها بحال هكا كويره. غادي نجيب واحد المول اولا واحد الاطار، عندي انا غادي نديرها في اطار، اولا يمكن لكم عاد ديروها غير في مقله اولا مول دائري اللي كيتحل. انا هاد الاطار كما كتشوفوا فرشت ليه ورق الزبده ودرتو في هاد اللاطه اللي القطر ديالو 22 على 21 هكا اللي فرشت ليه ورق الزبده. وغادي ناخذ العجين ديالي وغادي نقرصها في هاد الاطار كما كتشوفوا بحال هكا على هذا الشكل. غادي نحاول نقرصها مزيان حتى كتاخذ ليا الفورما ديال هاد الاطار. عاد نعاودو نخليوها عاوتاني تعاود تخمر لينا الخميره الثانيه. غادي نقرصها مزيان حتى كتشد الفورما ديال هاد الاطار. صافي هنايا من بعد ما كنحاول نقرصها مزيان بحال هكا حتى كتشد لينا هاد المربع كما كتلاحظوا، كنبسطها مزيان مع القناه باش ما كتجيناش هكايا جهه طالعه وجهه هابطه، كتقاد مزيان بحال هكايا على هاد الشكل كتعطينا هاد المربع. صافي دابا غادي نعاود نغطيها بهاد نفس السلوفان وغادي ندير لها واحد المنديل باش كنتقل عليها باش دغيا كتخمر. صافي وغادي نخليها تعاود تخمر ليا الخميره الثانيه ونرجع معكم نخليوها تخمر وندوز معكم هكا باش غادي نوجد معكم الكريم باتيسري اللي غادي نديرو لهاد البريوش اللي كيجي رائع بالكريم باتيسري. غادي نخليها تخمر الخميره الثانيه وندوز هكا باش غادي نوجدو الكريم باتيسري. هنا من بعد ما خليت العجين ديالي كيخمر ليا الخميره الثانيه غادي نوجد معكم الكريم باتيسري. هنايا عندي جوج معالق ديال السنيده كبار، هنا عندي جوج معالق كبار ديال الكريم باتيسري وغادي ندير معاهم جوج كيسان ديال الحليب بابار كاس العنبه. صافي وغادي نخلط في بارد بحال هكا مزيان بالطراب اليدوي اولا بالفوي. صافي غادي نشعل عليها على الكسرونه ديالي البوط على الكسرونه ديالي العافيه كما كتشوفوا. غادي نشعل البوطه صافي وغادي نخلي الكريم باتيسري ديالي حتى كيغلى ليا هكا الحليب، كنبقى نحرك مع التحريك المستمر حتى كتعقد ديال الكريمه وندوزو باش غادي نكملو باقي الطريقه ديال هاد البريوش. صافي هنايا كما كتلاحظوا بعد ما كتعقد ليا الكريمه كتولي على هاد الشكل، كتبدا كدير دوك البقاعات كما كتلاحظوا. صافي راه كتكون واجده، كنطفي عليها البوطه. كما كتعرفوا هاد الكريم باتيسري راه كنزينو به اي حاجه، كنزينوها به هاد الكريم باتيسري. صافي دابا من بعد ما عقد ليا كيولي على هاد الشكل طفيت عليه. غادي نخليه هنايا جانبا يدفى بلا ما تخمر ليا واحد شويه العجين وندوزو هكا باش غادي نشكلو العجين ديالنا بالكريم باتيسري. بقاو معايا. هنا من بعد ما كتخمر ليا العجين ديالي غادي ندوز دابا باش غادي نشكلها معاكم بواحد الطريقه اللي غادي ندير لها زوينه على هاد الشكل ديال المربع. غادي نجيب من بعد ما خليت داك الكريم باتيسري حتى برد درت ليه هاد البلاستيكه باش ما كيديرش لنا داك القشره، وهاد صفرت البيض اللي احتفظت به هو باش غادي نزين. دابا غادي ندوز باش غادي ندهن البريوش ديالي. غادي نخلط هاد الصفر ديال البيضه وغادي ندهنها من الفوق بحال هكا على هاد الشكل، اولا كدهنوها من قبل باش ما كتهبطوش هكايا داك الاختمار ديالها. صافي هنا من بعد ما كندهنها بالبيض مزيان غادي نشكلها معكم كما كتشوفوا بالاصابع ديالي بحال هكا على هاد الشكل. كنديروا ليها واحد الثقب بحال هكا على شكل المربع باش هو اللي كنعمرو هكا بالكريم باتيسري. صافي هنا من بعد ما كنشكلها بحال هكا على هاد الشكل كنديروا ليها هاد الحفيرات هكا على شكل مربع بحال هكا، كنعاود ندير ليها وحده بحال هكا على هاد الشكل.
هما اللي غادي نعمر بالكريم باتيسري، كنعاود ندور وكنعاود عاوتاني شكل اخر بحال هكا. صافي كندير لها واحد التقيبه هكا في الوسط باش كتعطينا داك الشكل. صافي بحال هكا كنحاول نورك عليهم مزيان بحال هكا، وهاد البيض كيساعدنا كيخلي العجين كيبقى رطب. صافي وكندوز دابا باش غادي نعمر الكريم باتيسري هنايا فهاد الحفيرات. صافي من بعد ما شكلتها درت لها داك الحفيرات، غادي ندوز دابا الكريم باتيسري، غادي نحيد هاد السلوفان وغادي نعاود نخلطها الكريمه من بعد ما كتدفى ليا. صافي من بعد ما كنعاود نخلطها باش كتجيني باش كتشكل معايا بكل سهوله، كتولي بحال هكا هي مطلوقه على تشكل. غادي نجيب واحد بوش ديال بوش اولا هكا هي الجيب الحلواني اللي كيكون هكا هي جو طابل، اولا كديرو غير بلاستيكه ماشي بالضروره حتى يكون هذا. كنخدمو بداك الشيء اللي متوفر، الا عندنا غير بلاستيكه راه كنديروها. كناخذ الخليط ديالي ديال الكريم باتيسري غادي نخويه هنايا فهاد هاد البوش. صافي من بعد ما كنخوي الخليط ديالي فهاد البوش غادي نحاول نقاد نورك عليه بحال هكا، وغادي نقطع هاد التقيبه هنايا وغادي نقادو هنا فوق العجين ديالي. صافي من بعد ما قطعت كما كتشوفوا قطعت بحال هكا على هاد الشكل كيكون مطلوق هكا. صافي كنورك كندير هاد الدائره كنعمرها بالكريم باتيسري بحال هكا على هاد الشكل. بعد ما كنعمرها مزيان كما كتشوفوا بحال هكا على هاد الشكل كيعطينا بحال هكا هاد المنظر. هانتوما كيفاش كيجي، كيجي عامر بالكريم باتيسري البريوش ديالنا. صافي دابا كنكون شعلت الفران كيسخن، غادي نشعل الفران اعلى درجه حتى كيسخن مزيان، وغادي ندخل ليه البريوش ديالي نقصوا عليه الفران ونخليوه يطيب عادي بحال كيما ما فيه كنطيبوا اي بريوش. هذا اللي فيه الكريم باتيسري غادي يطيب ليا هكا البريوش ديالي، نقص عليه الفران يطيب من الداخل ومن برا يتحمر ليا، ونخرجو هكا ونوري لكم الشكل النهائي ديالو باش غادي نزينو. وهنا هو البريوش ديالي بعد ما طاب كما كتشوفوا، ها هو الشكل ديالو كيجي محمر وكيجي في وسطو داك الكريم باتيسري. دابا غادي ندوز باش غادي نقدمه معكم هكا في طبق التقديم، وغادي نزينو معكم بواحد الزين اللي كيبقى على حساب الذوق. انتما اكل صافي نايم بعد ما حيت لي ورق الزبدة، ها هو الشكل ديالو كيجي محمر وراه كيجي خفيف، هانتوما كيجي بحال القطن كيجي خفيف. صافي دابا غادي نجيب هنايا عندي اللوز افيلي، اولا كتزينو بكاوكاو مرمش اولا الكوك اللي متوفر، غادي ندهن بالناباج اولا بالكوفيتير على حسب المتوفر. غادي ندهن هاد الجنيبات هما اللي غادي نزين. صافي من بعد ما كندهن بالناباج غادي ناخد هاد اللوز افيلي اللي محمر وغادي نزين هكا مع الجناب شويه هكا مع الجناب باش كيجي كيعطينا واحد المنظر اللي زوين، وحتى التقرميشه ديال هاد اللوز افيلي. صافي من بعد ما كنزينو باللوز افيلي البريوش ديالنا على هاد الشكل كما كتشوفوا كيجي بحال هكا، راه كيجي كما قلت لكم راه كيجي خفيف وقطني وهكا كيجي كنخليوه حتى كتبرد هاد الكريمه عاد كنتناولو. هذا هو الشكل النهائي ديالو، هانتوما كيفاش كيجي، كيجي لا في لا شكلا ولا مذاقا، راه كيجي رائع وبسيط هكايا. المقادير ديالو الاقتصاديه، نوجدو هاد البريوش للكوتي اولا للفطور ولا للضيوف، علاش لا، كيجي هكايا بسيط كما كتشوفوا. هذا هو الشكل النهائي ديالو، نتمنى يعجبكم وتجربوه، وما تنساوش تشتركوا معايا في القناه وتدعموني باش يبقى يوصلكم كل جديد. وبصحه وراحه.